في إطار متابعة تنفيذ التوجيهات الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقع حفظه الله ورعاه، واصل سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية زياراته الميدانية لمختلف المناطق والقرى في مملكة البحرين، وذلك للالتقاء بالأهالي وتفقد احتياجاتهم المعيشية من الخدمات التي تتصل بمجالي العمل والتنمية الاجتماعية وتعريفهم بمنظومة الحماية الاجتماعية الشاملة التي توفرها الحكومة الموقر لهم. فقد قام سعادته بزيارة إلى كل من البديع وبني جمرة على التوالي، حيث التقى بالأهالي والفعاليات المجتمعية واستمع إلى طلباتهم وملاحظاتهم حول تلك الخدمات وسبل تطويرها بما يتماشى مع أهداف الحكومة الموقرة وسعيها الحثيث نحو الارتقاء بمستوى تلك الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز مبادئ التكافل الاجتماعي وقيم المواطنة في هذا العهد الزاهر. حيث تأتي هذه الزيارات في قرية البديع، واستمع حميدان بمجلس المغفور له سمو الشيخ محمد بن خليفة الخليفة إلى احتياجات أهالي البديع والجنبية والجسرة والهملة من الخدمات التنموية والعمالية. وفي زيارته إلى قرية بني جمرة التقى حميدان جمعا من وجهاء القرية والأهالي والفعاليات المجتمعية، وذلك في نادي بني جمرة، حيث أظهر الجمهور من المواطنين ملاحظاتهم واحتياجاتهم بشأن تذليل الصعوبات التي تواجههم في تلقي بعض الخدمات. فيما أكد الوزير حرص الحكومة الموقرة على تطوير قرى البحرين وإنشاء العديد من المرافق الاجتماعية والخدمية فيها، ونوه في هذا السياق بأمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببناء مركز اجتماعي جديد وشامل يخدم أهالي قرى المحافظة الشمالية، مؤكدا بأن الوزارة باشرت بالفعل في إجراءات تنفيذ مشروع المركز الاجتماعي الجديد في منطقة البديع والذي يخدم المناطق المجاورة أيضا، وتصل طاقته الاستيعابية اليومية إلى 550 مواطنا من طالبي الخدمات التي يوفرها المركز. ودعا الوزير الأهالي للاستفادة المثلى من فرص التدريب والتوظيف التي توفرها الوزارة بهدف إدماج الشباب في مختلف القطاعات الإنتاجية بمؤسسات وشركات القطاع الخاص، لافتا إلى ما تتمتع به القرية من تراث مهني عريق يتمثل في صناعة النسيج والتي تعد أهم الصناعات الحرفية التراثية، مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم كافة أنواع الدعم لتطوير الحرفيين من أبناء القرية في هذه المهنة للمحافظة عليها كتراث وطني، إضافة إلى كونها مصدر للرزق داعيا المهتمين بهذه الصناعة التقليدية إلى تقديم مرئياتهم ومقترحاتهم لتطويرها هذه الحرفة للمحافظة عليها كتراث وطني يعكس ريادة المواطنين في مزاولة تلك الحرف والمهن منذ أمد بعيد. تشرفنا بلقاءات موسعة مع أهالي البديع وقرى الهملة والجسرة والجنبية، بني جمرة، قرية بني جمرة. استضافنا النادي اليوم أيضا في لقاء موسع مع الجمهور، والحقيقة أن أسعدنا مدى التفاعل ومدى التعاون من الجميع. الجميع بدأ الحمد لله يدرك مغزى التوجيهات الصادرة عن صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء والقيادة الحكيمة بتعزيز التواصل، بتدعيم اللحمة الوطنية بين الناس، بجعل المواطنين يتمتعون بالحصول على كافة الخدمات الخاصة المتعلقة بالحماية والضمان الاجتماعي. ونجد اليوم أن الجميع متحمس لأن يكون المواطن يحصل الحمد لله على حقوقه ويقوم بواجباته ويدعم اللحمة الوطنية ويدعم الجهود المبذولة لضمان التنمية المستدامة في مملكة البحرين. احنا اليوم نثمن زيارة سعادة الوزير حق منطقتنا منطقة البديع، ونشكر على حضوره، ونشكر كذلك مكتب رئيس الوزراء، ونشكر الملك ولي العهد على اهتمامهم بديرتنا البحرين والاطلاع على مشاكل الأهالي، واحنا الرائدات المحليات المتطوعات نبي إن شاء الله أن يحلون لنا مشكلتنا، ونشكرهم على حضورهم. أشكر كل المسؤولين على رأسهم مع الوزير والنائب جلال كاظم، مستر جلال كاظم، وأيضا النائب البلدي فاطمة القطري على هذه المبادرة اللي هي اللي تدل على
التواصل مع الأهالي والمجتمع للبحث عن مطالبهم والبحث عن احتياجاتهم، لأن في الغالب تكون المشكلة الأساسية طرق التواصل أو الرسائل. بعض الأحيان لما تروح من شخص لشخص معين تكون يا ناقصة أو غير مفهومة أو كذا، فما توصل لنتيجة وما توصل لحل. تمام؟ فلما يكون التواصل بهذه الطريقة تكون جدا إيجابي، فالتواصل المباشر للبحث عن هموم المواطنين واحتياجاتهم والبحث عن أفضل طريقة لحل هذه المشاكل وأفضل الحلول.